ألو، يعطيك العافية. عندي بلاغ لو سمحت. حياة واحدة من طلابي بخطر. أنا ملك آنست المدرسة بأورفا. بقى لو سمحت بدي أقدم بلاغ. هالقصر كتير كبير وفي جواته كمان شغلات كتير حلوة، وسفرة الأكل هون بتلاقي علي أشكال ألوان، بس رغم هالشي كأنه الكل مانن مبسوطين، كأنه كل واحد هون مكسور قلبه ومتضايق من شي وجرحه ما عم بيطيب، بيضلوا دايما زعلانين ومهمومين. بس عنا بالبيت برغم كل المشاكل اللي كانت بين أمي وأبي، كنت أنا ورفيف نضل مبسوطين. أخي كان يضحكنا كتير. هون بالقصر ما في أي حدا بيضحك، وأكتر شي بتسمعه هون هو صوت العياط والخناق من ورا هالحيطان. يمكن لهذا السبب نجلة وعلي بيضلوا دايما معصبين ومتضايقين وما بيحكوا مع حدا، يمكن لأنه ما عندهم أب. حرام علي، هالشي أكيد أصعب عليه، وهو محكوم عليه يضل قاعد على هالكرسي ومعزول عن كل الدنيا، ولهيك بيضل حابس حاله بالبيت. الناس اللي ساكنين بهالبيت ما حدا فيهم بيهتم فيه، يعني ما بيعاملوا قلو بنفس الطريقة يلي بيعاملوا فيها عدنان أو عمي عزة مثلا. علي أكيد حاسس بهذا الشي، يمكن لهيك هو بيعاملهم بهالأسوأ لأنه خلص هو ما عاد يحس بحنية تجاههم. ايه عزات؟ ايه علي؟ كيف الأوضاع هلأ عندك؟ خبرني، صار شي لزهرة؟ هي منيحة؟ أخي هن طلبوا من زهرة إنه تشنق حالها، بس هي ما عملت هيك ولهلأ لساتها عايشة. زهرة ما ضل عندها وقت كتير أخي، هن هلأ ناطرين رجعة ستي لورين على البيت، وعدنان قرر إنه هو ينفذ هالمهمة ويقتل زهرة. ماشي أخي، إذا صار معكم شي خبرني. شو قال لك؟ زهرة لسه عايشة مو هيك؟ إيه، ما قتلوها لزهرة لحد هلأ. يا ويلي أنا، الله يحمي هالبنت يا رب. أمي حبيبتي وأختي الغالية رفيف، لأني ما رح أقدر شبع عيوني بشوفتكم رح ودعكم بهذا المكتوب. أنا بنت بريئة كان عندها حلم صغير إنه تصير معلمة بيوم من الأيام، بس بسبب هاي الأعراف زوجوني بالمبادلة. هاي العادات تبعهم بتقتل جوادنا كل أحلامنا وطفولتنا،
وبليلة واحدة منكبر وكمان منوعة. ما تخيلت حياتي تكون بهذا الشكل أبدا، ومو أنا كمان يلي اخترت أقتل حالي وأنا بهذا العمر وبدون ما أرتكب أي ذنب بحياتي. رجعت هاي العادات تحكمني، بس هالمرة كان الحكمة علي إني موت. بأحلامي كلها ما فكرت أبدا إني رح موت وأنا صغيرة هيك. كنت أتخيل حالي رح موت بعد ما أكبر وختير، بس هلأ رح موت وأنا بهالعمر. أمي، رفيف أختك رح تموت، ملك الموت ناطرني بأي لحظة، يمكن يكون معي بعد 10 دقايق أو بعد ساعة. أنا زعلانة كتير لأني رح موت من غير ما أشوفكم، بس مو طالع بإيدي أي شيء. لما موت لا تبكوا علي كتير ولا تزعلوا حالكم كتير، ماشي؟ لأنه الموت هو حق علينا. طلبي الوحيد منكم إنه تتعلم رفيف وتخلوها تحقق كل أحلامها وما تحرموها من أي شيء، لأنه أنا ما قدرت أتعلم وصير أنسى. إن شاء الله يا رفيف تتعلمي وتنجحي بدراستك وتفوتي جامعة وتصيري بنت ناجحة كتير مثل الأنسة ملك. لا، أنا ما عاد فيني أتحمل أكتر، رايحة لعند بنتي زهرة. لك عدي بمحلك واسكتي بقى، لا تجنيني. ما عاد فيني، ما راح ضل هون، هننونيك وما بتعرف بأي لحظة ممكن يقتلوا زهرة. أنا ما عاد فيني ضل قاعدة هون. عدي، ما بدي، اترك إيدي، بدي روح لعند بنتي، بدي أشوفها لزهرة. ما في تروحي، تروحي. لك شو عم تساوي؟ ما حدا بيطلع برات البيت وأنا موجود. والله رجليك مكسرون، مكسرون إذا طلعتي. بحرقكم كلكم، بحرقك بقى. خلاص، أنا أصلاً احترقت من زمان. النار يلي شعلة جواتي ما حدا بيقدر يطفيها، وما عاد رد عليك شو ما بتقول. قومي أمي، رايحين لعند زهرة، قومي. عم تكسر كلمتي يا واطي؟ عم تتحداني لإلي؟ آه؟ بكفي الظلم اللي ظلمتوه يا بكفي؟ هلأ عم تتشطر؟ ولك حابب أمك تترمل؟ ليش كل شي صار مو من تحت رأسك؟ هلأ جاي عم بتلومني لإلي؟ آه؟ احكي له شوف جاوبني. مزبوط، من تحت رأسي صار هالشي. أنا وصلت أختي لهون، بس أنت كان لك الفضل الأكبر. امشي أمي، خلينا نروح. وأنا كمان بدي روح معكن مشان شوف أختي. رفيف، أنت ما فيك تروحي معنا هلأ لهونيك، رح سلم لك على الزهرة، اتفقنا؟ مو على كيفكم منوب، ما حدا منكم رح يطلع من هذا الباب غير على جثتي أنا، عم تفهموا؟ وقف عم قلك، تسمع الكلمة وما تتدخل. أنا بدك تكسر كلمتي؟ جاوب، بدك تكسرها؟ إيه بكسرها، إذا أنت ما بعدت هلأ عن طريقي أبي ما رح أهتم. روح، الله يغضب عليكم، نقلعوا. ميسون، وقفي، بس تصلي لعندهم شو رح تقولي لهم؟ عندك حكي تحكيه؟ أي ولد من أولادك رح تختاري؟ عن مين بيناتهم رح تتخلي؟ أبي جن على الأخير، البنت رح تنقتل وشوفي هو شو عم يخبص ويحكي. عم أحكي معك. أنا بورجيكم، نتحاسب يا ميسون. فوتي لجوا ولي. إيه يا خانم، إذا بتسمحي لي فوت وأحكي معك كلمتين، كان بدي أقول شي لحضرتك. هاتي لأشوف شو بدك تقولي. حضرتك بتعرفي منيح وأكثر مني عدنان رح يصير هو الأغا هون بالقصر. بيصير إنه يلوت إيديه بالدم ويفوت على الحبس بسبب شي هو ما كان إله ذنب فيه؟ عدنان بيكون ابني أنا فاطمة، لا تخافي، أنت أكيد ما رح تخافي على ابن أكثر من أمه. بعرف، بس شو ممكن يصير هلأ؟ إذا عدنان عن جد قتلها للزهرة هو أكيد رح ينحبس وقتها. معك حق باللي حكيتيه، زمرد وولادها هن رح يكونوا السبب لحتى ابني يتلوتوا إيديه بالدم،
بس المشكلة ما فينا نعمل شيء، لأنه الأغاية سلمته هالمهمة لإله، وهو من مبارح متحمس ليعملها، جانن وخايف إنه ينحكى على شرف العيلة. ابني عدنان أبو ضاي وقد حاله، أخلاقه عالية كتير ما شاء الله، كل قصة وكل مشكلة بيطلع هو من خرجها وبيحاول يصلح كل شيء. أنا بس مرعوبة وخايفة كتير إنه يصير معه شيء بسبب هالقصة، قلبي مو مطمن. يا روحي ابني لساته شاب مثل الوردة. شو القصة؟ كأنك بهالفترة مهتمة بعدنان كتير، عالرايحة والجاي عيوني وابني وغيره من هالحكي. لوين بدك توصلي؟ فهميني. يعني عم احكي هيك ومهتمة لأنه كبر على إيدي. انتي بتكوني أمه، ساعدي ولا تخلي يعمل شي يضره هيك. انتي أكيد ما رح تتحملي تشوفي ابنك وحيدك مسدود بالحبس. عدنان ما رح يعمل غير اللي براسه وبس، وهو ما بهمه شي حتى الحبس، ما فينا نمنعه. خلينا نحكي مع الأغاية لورين، زهرة صغيرة وحرام تموت هلا. وإذا هي رضيت وسامحتها لزهرة وتراجعت عن قرارها، عدنان كمان بيتراجع. الأغاية ما بتتراجع عن قرارها، وعم تستنى عدنان ينفذ المهمة بسرعة. بس ليش لا يعطوا عدنان مهمة خطيرة مثل هي؟ ليش مو حدا غيره يعملها؟ ليش لازم هو يا بهية خانو؟ عزت بيك اتصل مرتين وقال انه لازم يحكي معك ضروري، رح اتصل فيه. استنى قبل عزت احكي مع غانم، قل له يخلي الكل يجتمعوا وينتظروني، عندي كلام بدي اقوله. خير شبكي، شو الموضوع؟ شايفك رجعتي حطيتي العقدة. راسي عم يوجعني من التفكير، همي صار كبير كتير. احكي لي شو همك، بلكي بقدر ساعدك وخفف عنك. أصلاً لولا وجودك أنت كنت من زمان جنيت. خايفة كتير ومشغول بالي على عدنان. ليش؟ شو صاير عليه لعدنان؟ هلأ مو صاير عليه شي، بس إذا رح يقتلها لهديك البنت أكيد رح يصير له شي. ابني بجوز يفوت على الحبس. عدنان هون بالقصر وكمان بالخان هو سندنا وإيدنا اليمين، إذا انحبس شو رح نساوي؟ والأفندي عزات بعد كل المصايب اللي حضرته عملها بكرة بيجي وبيصير هو الآغا، هذا عدل يعني؟ معك حق، القصة هيك ما فيها عدل أكيد. ما خطر ببالي هالشي أبداً. لكان لتشوف كيف بإيدينك إنه رح نروح مستقبل ابننا ونحطه بالحبس. كيف ما بدك يعني إنهم وينشغل بالي؟ أنا متأكد إنه أمي ما بترضى غير بالحق، رح جرب أحكي معها، لازم أقدر أقنعها إنه تعفي عدنان من هالمهمة وتوكلها لأي حدا غيره. هيك بتكون عمل زينتي العقل. شفت إنه أنت الدواء لكل همومي يا غاني. يا الله ألف حمد وشكر إلك، ألف حمد وشكر إلك. شوفي رستوم، أغا بتقلك لورين خانو مخلي الكل يجتمعوا. الشرطة ما رضيوا يصدقوني، قال شو أنا حاطة عيلة كيرمان براسي وعم لاقي حجج لأخذن على المخافر، هيك برأيهم. بس مو مشكلة رح حاسبهم. أنا قلتلك وانت ما صدقتي، شو أعمل؟ هذا رستم على التليفون. شو صار معك رستم؟ هي أنا ابني ستي لورين، أنا لي من الصبح عم حاول اتصل فيك. الأول اسمع منيح اللي بدي اقول لك يا عزت. عزت. حاضر عم بسمعك ستي، تفضلي. ابني هذا الموت كله رح نمنعه، خلص صار لازم نصلح أغلاطنا. عم تحكي عن جد ستي مو؟ ايه مثل ما عم قول مزبوط. زهرة ما حدا رح يقتلها، لأني قررت إنه سامحها. عن جد ستي ما بعرف شو بدي اقول لك بعد هذا الحكي اللي سمعته منك، فرحتيني كثير، ما بعرف شو اقول. عن جد شكرا.
بس عندي شرط، بس ترجع لهون بتبوس ايدي وبترجع وبتعيش عنا بالقصر. خلص انت تأمري يا ست الكل، بعد ما سمحتيها هلأ لزهرة رح اعمل كل شي بدك يا. ماشي ابني، ارجع بسرعة عزت. ليش انا فيني طول عليكي؟ انت بتأمري امر يا ست الكل. يعني زهرة رح تعيش؟ ستي سمحتها مزبوط يلي سمعته هلأ؟ ايه. مبروك يا بنتي، الحمد لله. أنا مصدقة أمي. ألف حمد وشكر لك. عزت. إيه؟ بتشكرك لأنك وقفت جنبي كل الوقت وما تركت زهرة كمان، وقفت جنبها. شو عم تحكي؟ أنا ما عملت شي، وبعدين أي حدا عنده ضمير كان عمل نفس اللي عملته. ما فيني أقعد وتفرج على هيك جريمة. لكن رح ناخد معنا هدول الغراض لزهرة. شبكن لحقتوا تنسوا؟ مو انت عطيتيني اياهم؟ هاي الكياس فيها تياب وغراض لزهرة وجاكيت لهداك الولد يلي ساعدها، ما بتتذكروا؟ بس على فكرة الجاكيت لا بقلك. يا الله، أوف، نسيت. شوفي زهرة، هذا الجاكيت، يونس بيعزه كتير لهذا الجاكيت، هو الذكرى الوحيدة اللي بقيانت له من جده. أنا ضروري كتير لازم رجع له إياه. خلص بس تمشي أمورك أنت بالأول، أنا رح روح براسي ورجع له هذا الجاكيت ليونس. مبسوطة هيك؟ زهرة قالت لنا إنه هالجاكيت كتير مهم ليونس، قالت إنه ذكرى من جده. شكله لسه في وقت عطلات الطيارة، ونحن وعدناها لزهرة. منلحق نودي يلا، أحسن هيك. نيفين، مرت عمي قلي لي ليش عنا هون إذا البنت حبت كأن ارتكبت جريمة؟ أنا وسليمان ما عملنا شي غير إنه حبينا بعضنا كتير. سليمان ما بقى بده يشوفني مرة تانية، وفوق هيك رح يقتلوا زهرة بدون أي سبب كمان. أنا كرهانة حالي كتير مرت عمي، كرهانة كل شي بوشي، أنا السبب بكل شي عم بيصير حوالي. خلص لا تبكي يا روحي، الله يرضى عليكي لا تحكي هيك. بعدين يا بنتي الحق مو عليكي انتي. كيف الحق مو علي انا؟ بالاساس لو ما حبيته لسليمان وهربت معه كمان ما كان صار اي شيء ووصلنا لهون. الحب نعمة من الله، وانك تسلمي قلبك لشخص هاد اسمه حب. طول ما هي العادات والتقاليد يلي ما لها اساس موجودة عنا، الحب هو جريمة. العقلية تبعهم ما رح تتطور بنوب، عاداتهم هي عم تخنقنا وما عم تزرع بقلوبنا غير الحقد. عن جد تعبنا كتير، والوجع يلي جواتنا كلمانه عم بيزيد. اللي لي هنن بيعرفوا شو يعني الحب، لأني جرأت وحبيته لسليمان حطوا السلاح براسي وبدن يقتلوني، وبدن يقتلوا سليمان، وكرمالي صلحوا الغلطة جابوها لزهرة مبادلة، وهلأ هي المسكينة قاعدة وناطرة موتها على الشي ما عملته. كل ما جربنا نحاول نلاقي حل لهي القصة تطلع لنا مصيبة جديدة وبترجعنا لورا. ليش يا مرت عمي؟ والله حرام. أمي يلا بسرعة خفي رجلك شوي. ليكي إذا بضطر أحنام قدام الباب ما رح خليهم يعملوا لها شي لزهرة، وإذا يبسوا راسهم بدهم يقتلوها يقتلوني بدالها. بوعدك وبشرفي ما رح خليهم يلمسوا شعرة من راسها، ما رح يصير هالشي غير على جثتي. شو صار لك أمي؟ شو بكي ليش هيك وقفتي؟ بس تصل لعندهم شو رح تقولي لهم؟ عندك حكي تحكيه؟ أي ولد من أولادك رح تختاري؟ عن مين بيناتهم رح تتخلي؟ عن مين بيناتهم رح تتخلي؟ أمي
أمي شو صار لك؟ أمي أنا ما بعرف شو بدي أعمل. يا أختك يا أنت، يعني النار يلي رح تحرق وتكوي قلبي هي نفسها، ما في أي فرق. فهمني، هلأ بتخلى عنك ولا عن زهرة؟ شو هالمصيبة اللي أنا فيها؟ يا الله، دخيلك واقف معي مع أولادي. يلي عم يصير بسبب يلي عملته أنا، ولولا الشي اللي ساويته أنا ما كانت أختي هلأ بين إيديهم، وإذا في تمن رح يندفع فأنا لازم أدفع. أمي أختي ما دخلها، أنا رايح. أمي وقف شوي ابني، لا تروح، لا تروح يا سليمان. أمي، لوين رحتي بدون ما تقولي لحدا وينك؟ هذا الشال من وين جبتيه؟ برد، برد الشال لقيته وحطيته لأدفى، بعدين أنا لقيته هون محطوط، طلعته من هون. Hello.
شو بكي ستي؟ شي يا أغاي؟ فاطمة خديني طالعيني من هون. على عيني شرفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عدنان أغا وينك أنت؟ ما عم نشوفك، عم نجي كثير لهون بس ما عم نشوفك بالمرة، شو القصة؟ سلامتك. صحيح هلأ بنته لرشيد لسه ما لقوا؟ عم يقولوا إنه هربت على اسطنبول، معقول؟ إيه شو صار بعدين؟ قول احكي لشوف. ها؟ احكي كمل سيرتك، قول لشوف. لك لا لا طول بالك عدنان اغا. مين انت؟ رح يموت الزلمة عدنان اغا. وقف وقف عدنان اغا، هيك تقتل الزلمة ما بصير. طولوا بالكم ما بصير. نايس، واحد مثله خليه يموت. بعد الو لحقنا يا عدنان، لا غايه يمكن صابتها جلطة. هلا نحن كيف بدنا نلاقي لهاد الولد؟ منلاقيه ليش لحتى ما نلاقيه؟ بعدين الولاد يلي ما قالن حدا مشردين بالشوارع كلهم بيعرفوا بعضهم. يعني ها مثل هذا الولد اللي قاعد هنيك، تعي نسأله عن يونس. بدك بوي يا معلم؟ لا يسلموا، شكرا كثير. بتحبي تبوي كندرتك شيء؟ لا حبيبي يسلموا، نحن عم ندور على ولد اسمه يونس، بتعرفه؟ ليك كان في بنت عندها مشكلة صغيرة، ويونس هو اللي ساعدها وقتها. شوف هالجاكيت. أرجيها. ها يونس عطاها هذا الجاكيت، كانت ذكرى من جده. البنت طلبت منا انه نرجع له اياه. بتعرفوا لهذا الولد شيء؟ يا ملك كيف تركتي هالبلد الحلو هاد ورحتي على هديك الضيعه وبهدلتينا من ورا هالورطه هي؟ بنتي كيفها؟ أنا ماني مصدقة اللي عم شوفه منك سامي، لهالدرجة ما بهمك الشي اللي عم يصير هلأ مع بنتك، شو قصتك؟ إيه، عم أسألي كيفها بنتي؟ قبلوا يطلعوها بكفالة مكان إقامتها ومشي الحال. طيب خبرتيها؟ عن هديك البنت؟ تقصد حفيدتك ما هيك؟ هديك البنت ما أنا حفيدتي، فهمتي؟ حاجة بقى تقولي إنها حفيدتي. ليك سامي، أنا قررت أرجع راجع مع بنتي، قلت بيجي لهون وبخبرك، وحضرتك إذا بتحب فيك تضل باسطنبول لحالك. (تصفيق)
يونس بالعادة بيضل هون بهي الحارة، ما بعرف إذا هلأ مغير قرنته. تعال هون ولا؟ ليكو هداك هو يونس. ما رح تهرب مني. هاي يلا أنا بدي روح. شكرا حبيبي. أهلين. يسلموا إيديك. لك تروك. وقف ولا؟ لك تركني. تعا أنت لهون، شوفي. سرق لي غراض من دكاني. كنت جوعان ورايح لأشتري من عندك، أنا معي مصاري، بشو أحلف لك؟ شفته بعيونك وهو عم يسرق؟ أنا ما شفته بعيوني، بس بعرف إنه حرامي من عيونه. شو هالحكي؟ فهمني كيف لك عم تتهمه للصبي؟ شلون إذا مالك شايفه عم يسرق؟ الدنيا نهار، ووقت الغدا والمحل معجوق، والزباين اللي عندي تضايقوا منه. ليش ما عجبهم شكله؟ أنت راح لك مصاري شي؟ قلي لشوف قديش؟ ما بعرف. خلص أنا بعطيك ياهن، ما بدك كل هالقد. أخي ليش لتعطيه مصاري؟ أنا ما سرقت شي منه. يونس هو ماله منتبه على الشي اللي عم يسرقه منك، وأنا عم بشتري اللي سرقه هو. خود، لا بقى تظلم حدا. بس دقيقة، أنا كأني بعرفكن، أنت الآن سما غيرة، ما هيك؟ بابا، بابا طمنوني، كيف صارت هلأ؟ وقعت فجأة وما عاد حست بشي، ما منعرف شو صار معها. دكتور قال جلطة قلبية، رح نستنى. فاتت على غرفة مقصوفة الرقبة ولما طلعت وقعت على الأرض دغري. مرت عمي كمان ما طوع ضميرها. مبين في حدا لعبان بعقلها أبصر مين هو. بهية، أمي بين الحياة والموت، شو صار لك؟ لوين وصلنا؟ لوين هالبنت الصغيرة قدرت توصل عائلتنا؟ البنت الصغيرة يلي قدرت توصل عائلتنا برأيك؟ ولا عائلتنا يلي وصلت البنت الصغيرة لهون؟ تفضل جاوب على هذا السؤال لشوف. مرت عمي، والله ما بدي دايقك. شرف، دايقني قول، أكتر من هيك شو رح يصير؟ بنتي أكيد بتكوني جاتي، ما هيك؟ كلي لك لقمة. قولي لي كيف ستي؟ مو صارت أحسن؟ يا حبيبتي يا بنتي شو قلبك أبيض؟ الأغاي لورين صار معها جلطة قلبية، ونحن ما منعرف شو وضعها هلأ. إن شاء الله تصير أحسن. عنجد أنا بتشكرك كتير خالتي فاطمة على الأكل، أكيد طيب. صح وهنا. Gençliğimde gözüm kaldı, içimdeki ince sızı. Oy, oy, geçer mi bilmem. Ben ceylandım. Gözümdeki kan uykusu, felek bana pusu kurdu. حطيت الحبل على رقبتك، يلا ولا طالع صوت. ben ceylandım avcı vurdu. Gözümdeki kan uykusu, felek bana pusu kurdu. Oy, biter mi بينا؟ شكرا لكم لانكم جبتوا لي الجاكيت. زهرة رجعت يعني؟ اي يونس، زهرة رجعت، ونحن كمان خلال كم ساعة راجعين. وأنا مشتاق روح لهنيك.
ليش انت من هنيك كمان؟ هات لشوف احكي لنا يا بطل، ليش انت عايش هون لك؟ انت ما في عندك عيلة؟ في، انا عندي عيلة. بابا بعد المدرسة حب انه يشغلني عنده بالدكان، وانا كنت روح لحتى ساعده، بس احيانا كنت حب العب اتركه وروح. وبيوم مسكني كنت مع رفقاتي وقدام عيونهم ضربني قدامهم كلهم، لهيك انا هربت وما حبيت ارجع على البيت مرة تانية واجيت لهون. بس لأنه ضربك هربت من البيت؟ معقول هالشي يونس؟ هو بيضل أبوك معلي. بعرف إنه أبي، بس كمان أنا شاب ومالي ولد صغير، ما بيصير يضربني قدامهم كلهم. هو بهدلني قدام المدرسة. بهي معك حق. إيه بس اشتقت لهم كتير، أكتر شي اشتقت لجدي. أنا تعودت عيش لحالي، يعني ما بقدر أرجع لهنيك وشوفهم. أصلاً ما بقدر أرجع لعندهم، لأنه إذا رجعت بابا ما رح يخليني أرجع على البيت. رح ناكل حلو كمان، ما هيك؟ طبعاً يا بطل، طلب كل شي بيجي على بالك لو سمحت. هلا ما عاد في اي خطوره على حياه بنوب، اتركوها ترتاح. فيني شوفها هلا دكتور؟ هلا ما عاد فيكن تشوفوها لانه انا اعطيتها مهدئ، وبرايي ما في داعي هلا انكم تبقوا كلكم هون. انا بخبركم بوضعه وبكل المستجدات، معفايه مع البشر بالاذن. رح ابقى جنب مرت عمي بالمستشفى. وين رايح ابني؟ زهره صار لازم تدفع ثمن كل هالشي. الأغاية عشوي كانت رح تموت، ومن تحت راسها متسطحة هلا جوا. هالقصة لازم تنتهي بأسرع وقت. عدنان، مو أنت يلي رح تنهي هاي القصة. تاكسي! يلا حنان اركبي بسرعة، أنا رح روح معكم. شو بدي اعمل يعني؟ البنت وامها مجانين. يلا اركبي بقى حنان. انت كنت عم تدرس يونس؟ ايه بلا، كنت ادرس، وصلت لآخر صف بالابتدائي. وعلاماتك كيف كانت؟ الأول على مدرستي. شو حلو، يعني أنت ذكي كتير معناها. بالشارع ما في إرنة للأغبية، يا بتكوني ذكية وقد حالك يا. وبعدين بس تكبر شو حابب تكون؟ بدي صير مهندس، هيك بحلم كون. هلأ ما عاد عرفت. ليش ما عم تعرف؟ بعدين ما تأخر الوقت، وأنت لازم ترجع لعند أهلك بسرعة. لا، ما بقدر أرجع. يونس، أمك عايشة؟ إيه عايشة، بشتاق لها من وقت للتاني، بتصل فيها وبسمع صوتها. اسمعني شو بدي أقول، هنن بيحبوك كتير وأكيد رح يسامحوك، أنا متأكدة من هالشي. لهيك بتمنى تفكر كمان مرة وترجع لهم. بيضلوا أمك وأبوك شو ما صار، وهن أكيد بيحبوك وبتعني لهم كتير، بس يمكن ما قدروا يفهموك. مو صار لازم نقوم بقى؟ ما بدنا نتأخر على الطيارة. وأنا كمان لازم روح. يونس اسمعني، أنت لازم ترجع على البيت. شوف، حتى إذا ما رجعت لعند أهلك تعال لعندي، هاي كرتي خلي معك. خليه معك. مسيك. ما بعرف إذا برجع، سلموني كتير على زهرة، هي البنت ذكية، على القليلة خلوها هي تتعلم. زهرة أكيد رح تتعلم يونس، أنت كمان إذا بترجع لعند أهلك رح تقدر تتعلم أكيد. بالله لو سمحت، ممكن الحساب إذا بتريد.